وفي العاصمة البريطانية لندن شهد جناح مملكة البحرين المقام بالمعرض الدولي للسفر والسياحة شهد إقبالا جماهيريا كبيرا. يأتي هذا فيما واصلت الجهات الحكومية والشركات السياحية المشاركة عرض خدماتها السياحية المميزة بهدف جذب مزيد من السياح والزائرين للمملكة. مراسلنا في لندن والتفاصيل. في اليوم الثاني لمعرض سوق السفر والسياحة الدولي المقام في العاصمة البريطانية لندن، تتألق مملكة البحرين بمشاركة مميزة اتسمت بإقبال جماهيري كبير. احنا اليوم متواجدين في سوق السفر العالمي في مدينة لندن تحديدا للترويج لمملكة البحرين كوجهة سياحية دولية، والمشاركة هذا العام تحديدا نوعية. مشاركتنا طبعا صارت بالتعاون مع المعنيين في القطاع الخاص اللي يعملون في القطاع السياحي بمملكة البحرين، وأيضا تضافر الجهود للترويج للمشاريع الجديدة في المجال السياحي بمملكة البحرين. ومن المشاريع الجديدة أو اللي عندنا هي تطوير الواجهات البحرية في مملكة البحرين، المنتجعات السياحية اللي راح تفتح قريبا في مملكة البحرين اللي هي جزء من الاستراتيجية السياحية 2022-2026. نشوف ان اليوم التفاعل كبير مع جناح مملكة البحرين في سوق السفر العالمي، ونشوف ان المردود الاقتصادي ايضا في زيادة نوعية من بداية هذا العام الى نهاية هذا العام كذلك. وواصلت الجهات والشركات السياحية البحرينية المشاركة عرض منتجاتها السياحية المميزة واستقبال جماهيري كبير يعكس حفاوة واهتمام السائح الأوروبي بالمعالم السياحية لمملكة البحرين. نحن سعداء بمشاركة البحرين في معرض السفر والسياحة العالمي، لأن المملكة تجذب اهتمام العديد من الزوار سواء المستثمرين أو الباحثين عن وجهة سياحية، وهناك من المستثمرين من يبحث عن ما يمكن أن توفره المملكة من فرص استثمار سياحية. ويشرفنا أيضا كشركة هاور ريزورت أن نكون أحد المشاركين في صناعة السياحة البحرينية. نحن نسعى لجذب المزيد من الزوار للمملكة. نحن نبني أول مركز للأمواج الصناعية بالشرق الأوسط، وهي تكنولوجيا رائعة تتيح للناس الاستمتاع بالتزلج في محيط مائي مساحته قرابة 4 ملاعب لكرة القدم، والأمواج ترتفع لأكثر من مترين، وهو نشاط سياحي متاح للمبتدئين والمحترفين أيضا. لدينا أيضا خبرة في صناعة الشواطئ الحديثة والمطاعم الملحقة بها، لذا نعرض خدماتنا هنا لجذب مزيد من السائحين. وفيما يتوافد الزوار على الجناح البحريني، يحرص المنظمون على تقديم المشروبات والهدايا، ما يعكس كرم الضيافة وتشجيع رواد المعرض على زيارة المملكة. إقبال جماهيري كبير على جناح مملكة البحرين بمعرض السياحة والسفر هذا العام، فيما يواصل المشاركون البحرينيون عرض منتجاتهم السياحية المميزة، ما يجعل المشاركة البحرينية فريدة واستثنائية. محسن حسني، تلفزيون مملكة البحرين، لندن.